تعرف من قهر راح عليها العصر ما انبرش عليه. طيب انا حر. سؤال انا 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 قلت لك انا قلت لك يا محمود تعال اسمع انا حر يا اخي. انا طلعت قدام الرجال وحاتي يا رجال كيفي. عندك اعتراض؟ المبالغه في عندك اعتراض؟ مالك دخل يا اخي. لا اقول رايي كيفي. لا لا اقول رايي اي شيء يخرج هنا اقول رايي. لا 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 اقول رايي. تقول رايك في ايش؟ في كل شيء. لا غصبا عنك اقول رايي. اي هذه حريه شخصيه. ما تقدر تحجر رايي. انا اقول رايي. حريه شخصيه محمود. يقول ما لك دخل تقول رايك. والله ما له دخل. لا مو ما له دخل تقول رايك. تقول رايك بس ما لك دخل بالتصرفات اللي تصدر من الاخرين. انا جالس اقول رايي في اي شيء. هذه حريه شخصيه. جالس اقول انك بالغت في رده الفعل. اثنين جالس تقول عذر شرعي. انا وصلته بالطريقه اللي انا ابي. بس بس هذه هي. هذه اللي عندي انا بس. الحمد لله. اعترضت على الشيء ذا بس. يا اوكي. بس المره الثانيه اقول لهم يقولوا لي. جاب فيهم العيد هم. قالوا له كلم المنظم. انا كنت في دوره المياه. المره الثانيه بقول لهم يقولوا لي. كلم المنظم. كلم المنظم. سعد هو ما يبغى المنظم هو يبغى اللي ورا المنظم. لا 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 المنظم يروح يرفع هذا يرفع ايش اللي ورا هذه انا وصالح ما سلمناها الاخر. لا لا يرفع عنده حتى اذا يرفع ما سلمها عنده لا تدري يرفع عنده العداد تمسكه مع اذنه وتقول له يا محمود ترى انا سويت الحركه هذه عشان قصدي كذا والشيء الفلاني. لا لا لان اوراق المنظم حق اتصالات لازم صالح ترى سلمها كذا وانا قصدي كذا يا محمود وعشان الشباب يبون كذا عشان هناك يبلغ العداد العذر ذا ايه المنظم يبلغ الاعداد العضو هذا هو مقتنع في المنظم خلاص هو يبلغ الاعداد والمشكله جاء وقال ترهم مو هو بيصلون اصلا لا يعني على اساس انه انفق يعني على اساس انه اول مره يجي صاحي وصاحي لا من حقك انك تروح وانك تدافع عنه عشان صاحي وخس نقط اما انه نايم بعد انا مو حتسني قال بعدين من الاخر هو يقول عذر شرعي. طيب بالنسبه لي انا عذر شرعي نظافه من الايمان وصل وصل كلام بس اسمع شرعي اسمع اسمع انت ما تدري يمكن صابهم نجاسه هذه نجاسه يعتبر عذر شرعي محمود اي والله اليوم بطلع يا اخي لازم الحين طيب ولا تشوفها لي بعد الدوره عبد العزيز شراني